خاصه الريتش تيجي. فانا برضو احب لو الدكتور حسام يعني كده نبذه صغيره عن دور هبه في المنتخب نعرفهم حضرتك. بالتاكيد الاستاذه هبه السهيد لعبت دورا جذريا في مساله خلق حركه نقديه مهنيه كالعداله معصوبه العين. لان انا اعتقد ان الضلع المبتدئ في الحركه الثقافيه في مصر هو دائما الضلع النقدي. مصر لم تعقم شعر، هذا هو الواقع. ومصر لم تعقم قصه ولا مسرح. مصر الان تمر بازمه نقديه خطيره. انت امام صنفين من النقاد، ناقد مؤهل لكنه احتبس نفسه في حذاء صيني ضيق يعني وراء اسوار الجامعه يكتب ليرقى. فاذا رقي استاذا وحصل على رئاسه القسم وعماده الكليه انتهى الطموح. حتى وان لم يفد منهم المبدعون قليلا ولا كثيرا خارج اسوار الجامعه. وعندك ناقد اخر انطباعي غير مؤهل. هذا نص جيد وهذا نص رديء. مع احترامنا لجودته او رداءته هذا ليس نقد. النقد بالمعنى الذي فهمناه مشتق من الكلمه القديمه كريتو، تعني ان تميز. كيف تميز الغث من السمين؟ تمييز وتقدير القيم الفنيه. فانا اعتقد كانت الازمه الحقيقيه لدينا النقد. لدينا صنفان من النقاد، ناقد يكرر الكليشيهات المعلبة وكثير منهم وقد لا يقرؤون أصلا، يعني قد يرتقي النص دون أن يقرأ النص المنقود من الأصل. وفي ناقد أسميه ناقد البترودولار، وهذا ناقد وما دمتم ابتسمتم كده كلكم يبقى تعرفون من أعلم. فالحركة الإبداعية وقعت بين مطرقة وسندان. مطرقة ناقد جامعي مغلق ومطرقة ناقد بترو دولار يكتب حسب الطلب. وعلى الحالين لا تقيم النصوص. وبالتالي كنا نبحث عن من يذكرنا بنفحات من محمد منظور او غنيم هلال او شكري عياج او عبد القادر القط. هذه اسماء صنعت حراكا نقديا ما زلنا نجني ثماره حتى الان. وبالتالي انا كنت اعتقد ان في صداره اهداف الملتقى الدفع لحركه نقديه. لاني بت على قناعه ويقين انه كما ان هناك مؤسسات وصلت الى حاله من الداءات المزمنه يستحيل معها ان تكمل بنفس الطريقه، وصلت الحركه النقديه الى افق مريض يستحيل ان يكمل بنفس الطريقه. كان لابد من خلق او ايجاد او تفريغ طبقة نقدية جديدة تجمع بين أمرين، الموهبة النقدية، لأن النقد موهبة بالمناسبة. في ناقد ممكن يقعد يذاكر لك الصبح النظريات الجوية والتفكيك والهرمنيوتكس وقراءة التحولات وتحولات القراءة وعناوين كده تخط، لكن لا تجد وراءها منجزا نقديا يستبصر بمناطق معماة ومهمة من النص. الموهبة ضرورية، وإلى جوار الموهبة نحن نأخذ كل من يشتغل بالعمل النقدي بأن يعد ورقة نقدية مسؤولة. لم يرتقي أبدا منصة الملتقى قارئ ناقد لم يقرأ النص، هذا لم يحدث منذ انطلاقة الملتقى وحتى الآن. فلا بد أن ندرس المدارس النقدية الجديدة وما تقوليش موضة. واحد يقول لي ده النسوية الفيمينيزم موضة، موضة إيه؟ هذه حركة نقدية، في حركة في مصطلح موجود في المعجم اسمه كده فيمينست كريتيسيزم، النقد النسوي. أنت بقى عاوز تاخد بيه ما تاخدش بيه مسألة تخصك. لكن ما نقدرش إن إحنا ننفي حركة نقدية موجودة. الحركة النقدية النسوية تدخل الآن موجتها الثالثة بزعامة جوليا كريستين. وبالتالي الناقد الموهوب كان لابد أن نقوم له بعملية تأهيل. وكان من ثمار هذا هبة السهيد. هبة السهيد تقرأ قراءة مجهدة جدا، معنتة جدا، تتابع النص مفردة مفردة وعلامة علامة كما يقول علماء السيميولوجيا، وتكتب نقدا مسؤولا. وأغضب منها كثيرين، لأنه معظم المبدعين
بالمناسبة يعطونك الضوء الأخضر، انقض ونحن لا نغضب، ونحن ونحن ونحن. مع أول نقد سلبي هتلاقي الملامح تتغير، وتلاقي النفوس تتغير وتعتكر، وبعدين تتحول المسألة إلى مخيال. هذه مؤامرة للإطاحة به من المشهد. لا يعني احنا نعتقد ان هبه السويد من خلال دراساتها النقديه المتواتره نجحت بالفعل في خلق جزء من الحركه النقديه التي كنا نطمح اليها. طبعا هذا جنبا الى جنب مع نقاد اصبحوا الان من السمع والبصر، نستعين بالدكتور مصطفى عطيه رغم ان جهده في الخليج الان مثمن غاليا، نستعين بايمن بكر، نستعين بعيد جمعه، كثيرون من النقاد يعني شرفنا بأنهم ارتقوا للمنصة وتعاملوا مع النصوص الطالعية الجديدة، فكل التحية والتقدير لهبة السويد في غاية الأهمية.